شكرا شكرا لجريدة أصوات ميديا أصوات. بن شيخ موني مستشار جماعي بجامعة عين شقاف، عضو مجلس الوطني بحزب الأسرة والمعاصرة. قبل أن أكون بعدا باش من رمضان كريم للجميع المغاربة، وحنا في الأواخر ديالو نقول عاوتاني عيد مبارك سعيد وعواشر مبروكة لجميع المغاربة والطاقم الصحفي. بالنسبة لبن الشيخ موني، قبل أن أكون فاعل سياسي كنت فاعل جمعوي، ومن العمل الجمعوي التحقت بالعمل السياسي. تجربة ديال 6 سنوات كمنتخب، فتنظيم تقريبا 10 سنوات أو أكثر في حزب الأسرة والمعاصرة منذ تأسيس الحزب ونحن فيه. الإنجازات اللي قمنا بها كمستشار، يعني ما يمكنش نعطيك أنا سميتو، لأن السكينة اللي تعطينا تقييم ديالنا، لأن شنو درنا وشنو هذه. ولكن كنا حاضرين في المجلس بأسئلة بمقترحات، رغم أننا احنا كحزب الأسرة كنا في معارضة، ولكن حققنا شي حوايج للسكينة، من بين تكلفنا بشي مسائل وحققناها كعضو في اللجنة ديال المرافق العمومية. عندنا تقارير وعندنا شنو نجزت هاد اللجنة اللي لنا فيها. وبالنسبة للسكينة، احنا عاد معولين ان شاء الله المرة الجاية، لان كتعرفي المعارضة راه ماشي ضروري خصك، لان باش نحققوا لهم شي حاجة خصنا نكونوا في الاغلبية ولا نكونوا كنسيروا المجلس. نتمنوا من الله يهز علينا هاد الوباء، هذا اثرت علينا بزاف، لان ما بقاش داك التنظيم اللي كان مع السكينة ومع المناضلين، لان ما بقيناش كنتجمعوا، بقينا عبر التواصل الاجتماعي وعبر الواتساب. يعني اثرت بزاف علينا بشكل كبير السكينه، ما بقيناش كان تقريبا حنا عندنا واخا شويه الحاله الوبائيه، ولكن ما بقاش داك اللقاءات اللي كانت متكرره وكان انشطه وكان هذه، يعني قليل جدا، رغم انني في حزب الأسرة احملها للاحزاب السياسيه، هي اللي فشلت وما قدرتش تعطي الجديد، لان انا كشاب وكنسمع على الشباب بانهم، لان الاحزاب السياسيه ما عطاتناش شي وجوه جديده ولا طاقات، شي حاجه اللي نثقوا فيها احنا كشباب. الاحزاب السياسيه كتقلب على الناس اللي كما كنقولوا بين قوسين ماني شكارة، الشباب ما تيقنش في هذه الاحزاب السياسيه. هذا هو المشكل اللي عندنا، ديال العزوف ديال الشباب على الانتخابات وعلى السياسه وعلى، لان ملي كنتواصلوا معاهم راه كاين مشكل كبير. انا اعتبرها، لان الكوطه هي مزيانه، ولكن طريقة باش كتدبر ماشي بطريقة عقلانية. أي جانب، لأن ربما لمشينا، نعطيك أنا غير مثال ديال الانتخابات البرلمانية اللي دازت، ربما ما كنشوفوش النساء اللي قادرين، ربما كنشوفو الناس اللي كيجيبوهم الأحزاب السياسية، النساء كتجيبوهم أحزاب سياسية، كما يجرى في البرلمان كيجرى في الجماعات. ملي كنمشيو للجماعات، جول الجماعات ما نقولش تقريبا، ما نسميتو، ولكن بين قوسين، ان الجماعات شنو كيدير ولدو مرتو اختو، هذه يعني ماشي كنشوفوا طاقات اللي هذيك النساء اللي غتمثل النساء، راه ما كايناش. يعني كنقول لك انا في المجالس ولا في البرلمان تقريبا 60% ولا 70% كلهم كيجيبوهم الاحزاب السياسيه، كيجيبوهم في البرلمان، كيجيبوهم الامين العام ورئيس الفريق وكذا، وفي المجالس نفس المشكل. هذا قاسم انتخابي بالنسبه لينا حنا مزيان، لان خصنا المشاركه، كان شحال هذه كتقتصر على 4 الاحزاب ولا 3 الاحزاب. الان الى كان القاسم انتخابي بالنسبه للجماعات، نشوفوا وجوه جديده ونشوفوا طاقات، ربما نشوفوا احزاب اخرى، لان ما بقاش مقتصرين بحال دابا مثال، حنا عندنا في الجماعه عندنا 4 الاحزاب، صافي 4 الاحزاب هما اللي، يعني الا كان هذا القاسم انتخابي وكان هذه، ربما نلقى واحد 8 الاحزاب ولا 9 ولا 10. ما يمكنش واحد جاب 20,000 ولا 6,000 وواحد جاب 2000 وتقصى، يعني خص كل شيء يشارك، يعني حتى ذوك ال 2000 ديال اللي راه صوتت راه ساكينه. انتخابات ديال كورونا، شغن نقول لك انا التصور ديالي انه ربما هذا القاسم الانتخابي يعطينا شي جديد، ربما في القاسم الانتخابي. اما على مستوى النخاب وهذه، ربما الاحزاب السياسيه تقريبا نفس الاشخاص نفس الوجوه، ما غيرتش،
وما بحثتش على شباب، لان يعني في التسكيات راه ما كاينش الشباب، اللي ما كاينش الاحزاب السياسيه اللي، لان يعني ربما الشباب تقصى في الكوطه ولكن ما تعطاتوش حقه في التزكيات. كنا كنتمناو، وكان التصور ديالنا وكان النقاش ديالنا داخل الحزب الاسره والمعاصره انها تعطى على الاقل واخا 20% ولا 10% ديال الشباب. حتى حنا بغينا نكونوا رؤساء جماعات يكونوا شباب، بغينا الاحزاب السياسيه. حنا كنا واحد الاقتراح حطيناه للحزب يكون عندنا بحال دابا نعطيك انا مثال، الجماعه عين شقيق يكون عندنا تصور فيها واش غناخذوا الجماعه وشكون هما المستشارين اللي عندنا، ولا خدينا الجماعه واش هاد الناس مؤهلين، واش عندهم تكوين. كنا كنطمحوا باش دار لهم تكوين على الاقل باش يكون واحد العمل السياسي داخل الجماعه، يكون على الاقل يعطي شي شويه، ما يكونش هذا هو التصور ديالنا. يعني وكما قلتي بالجائحه ما يمكنش نحققوا هذا الشيء. نتمنوا الايام اللي جايه ان شاء الله على الاقل يتحسن شويه الوضعيه ديال الوباء ويكون عنصر رجل دولة شباط رجل سياسي وذكي في الانتخابات، رجل الانتخابات هذا هو اللي بغينا نقولوا، رجل رشيد الفايق رجل سياسي. ورشيد الفايق عشان رجل المرحلة القادمة إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.